بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مدرسة تطوير الإلكترونية، ومع درس جديد للصف الأول المتوسط لمادة رياضيات الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم بإذن الله سيكون عن حل تمارين درس الأشكال الرباعية، ودرس الأشكال المتشابهة، ودرس القياس الغير مباشر، من إعداد الأستاذ نايف البطاح، ومعكم من التقديم الأستاذ أسامة الذياب. لنبدأ على بركة الله درسنا لهذا اليوم. ما هي الأشكال الرباعية؟ الأشكال الرباعية أولا متوازي الأضلاع، وهو شكل رباعي في ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان. من أنواع المتوازي الأضلاع هناك ثلاث أنواع مشهورة، منها المستطيل وهو متوازي أضلاع فيه أربع زوايا قائمة، والمربع وهو في أربع أضلاع متطابقة وأربع زوايا قائمة، وأخيرا المعين متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة. هذه الأنواع أنواع من أنواع متوازي الأضلاع. من أنواع الشكل الرباعي هنا هذا الشكل شكل غير منتظم، لكنه شكل رباعي مغلق. من هذه الأشكال شبه المنحرف، شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط. إذن هذه أنواع الأشكال الرباعية، هذه أنواع الأشكال الرباعية. تدرب، صنف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه. الشكل الأول، هنا لاحظ أن الشكل متطابق الأضلاع وجميع زواياه قائمة، إذن فالشكل سيكون مربع لأنه أضلاعه جميعها قائمة، زواياه جميعها قائمة وأضلاعه متطابقة. هذا الشكل يوجد فيه ضلعين متوازيان يسمى شبه المنحرف، إذن هذا الشكل يعتبر شبه منحرف. الشكل هنا رباعي، الشكل هنا رباعي. الآن ننتقل إلى هذا الشكل، لاحظ أن هذا الشكل جميع الأضلاع فيه متطابقة، إذن فالشكل سيكون معين. هنا هذا الشكل شكل رباعي فيه فقط زاويتان متطابقتان، فنقول أنه شبه منحرف، إذن يوجد فيه زاويتان قائمتان. الآن هذا الشكل فيه أربع أضلاع متطابقة وشكل رباعي، فإننا نسميه متوازي أضلاع. إذن هذه أنواع من أنواع الرباعي. تذكر، مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي 360 درجة، أي أن أي شكل رباعي يجب أن يكون مجموع زواياه تساوي 360 درجة. لاحظوا هنا هذا الشكل الرباعي زاوية سين وصاد وعين ولام. من القاعدة نقول أن سين زائد صاد زائد عين زائد لام يجب أن يساوي 360 درجة. لنأخذ مثال أو تدرب على هذه القاعدة. أوجد قياس الزاوية المجهولة في الشكل الرباعي التالي. لاحظوا هذا الشكل الرباعي فيه أربع زوايا، الزاوية الأولى قياسها 106، الزاوية الثانية قياسها 67، الزاوية الثالثة قياسها 131،
والزاوية الرابعة وهي الزاوية التي يجب علينا أن نوجدها وهي مجهول سين. كيف نقوم بحل مثل هذا الشكل؟ أو كيف نأتي بزاوية سين؟ نحن نعلم أن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي 360 درجة. إذن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي 360 درجة. إذن سوف أقوم بجمع جميع الزوايا سين زائد 67 زائد 106 زائد 31 يجب أن يكون الناتج 360. يجب أن يكون الناتج 360. الآن هذه سوف نقوم بإيجاد المجهول وحل هذه المسألة. أولا سوف أقوم بجمع 131 زائد 106 زائد 67، سوف يكون الناتج 304. هذه المعادلة معادلة جمع، وبما أنها معادلة جمع يجب أن أحلها باستعمال الطرح. إذن سوف أقوم بطرح 304 من الطرفين لإيجاد المجهول سين. إذن بعد طرح 304 من الطرفين سوف نلاحظ أن سين تساوي 56 درجة. أحسنتم. إذن فالجواب هنا 56 درجة. وللتأكد من هذا السؤال، إذا أردنا أن نتأكد سوف نقوم بجمع 56 مع العدد 106 مع العدد 67 مع العدد 131، سوف نلاحظ أن الناتج سوف يكون 360، وهو مجموع قياسات أي شكل رباعي. تدرب: أوجد مقياس زاوية صاد في الشكل الرباعي سين صاد عين لام. إذا كان مقياس زاوية سين 245 ومقياس زاوية عين 128 وزاوية أوجد زاوية لام أو زاوية لام قائمة. لاحظ معي مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي تساوي 360. إذن فسوف أقوم بجمع جميع الزوايا ومساواتها ب 360. إذن زاوية سين مقياسها 45 زائد زاوية عين مقياسها 128. زاوية لام يقول هنا أنها زاوية قائمة، وبما أن الزاوية القائمة مقياسها 90 فسوف أقوم بجمع 90 مع العدد 45 و 128 زائد العدد صاد وهو المجهول، جميعها يساوي 360. إذن سوف أقوم بجمع 45 زائد العدد 128 زائد 90، سوف نلاحظ أنه سيصبح 263. إذن هذه المعادلة معادلة جمع، ونريد أن نحلها باستعمال الطرح. سوف أقوم بطرح 263 من الطرفين لإيجاد مقياس زاوية صاد. إذن فإن زاوية صاد سوف تساوي 97 درجة. إذن زاوية صاد سوف تكون 97 درجة. الآن سوف ننتقل إلى موضوع الأشكال المتشابهة، وتذكر أن تسمى الأشكال التي لها الشكل نفسه وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه أشكالا متشابهة. فالمثلث ألف با جيم أدناه يشابه المثلث سين صاد عين، وإذا تشابه شكلان فإن أضلاعهما المتناظرة متناسبة وزواياهما المتناظرة متطابقة. دائما الأضلاع المتقابلة في الأشكال المتشابهة متناظرة، والزوايا المتقابلة في الأشكال المتشابهة أيضا متناظرة. إذن ملخص لتذكر هو هنا يقول
أن الأشكال تسمى متشابهة إذا كان لها الشكل نفسه، وليس بالضرورة أن يكون لها القياسات نفسها. وإذا تشابه شكلان يجب أن تحقق إحدى هاتين الشرطين. الشرط الأول أن أضلاعهما المتناظرة متناسبة، أو تحقق الشرط الثاني وهي أن تكون زواياهما المتناظرة متطابقة. ودائما الأضلاع المتقابلة في الأشكال المتشابهة دائما تكون متناظرة، والزوايا كذلك. تدرب. أي المستطيلات الآتية يشابه المستطيل ألف باء جيم دال؟ الآن يريد منا إيجاد أي هذه المستطيلات الثلاث يشابه المستطيل الذي في اللون الأخضر. أولا لإيجاد ما هو المستطيل الذي يشابه المستطيل ألف باء جيم دال، سوف نقوم بإيجاد التناسب في كل من المستطيلات الثلاث. الآن لاحظ هنا أن المستقيم واو زا يقابل المستقيم ألف دال، وأن المستقيم زا حا يقابل أو يناظر المستقيم دال جيم. بعد عملية التناسب سوف نلاحظ أن النسبة للضلع واو زا على ألف دا سوف تكون نصف، أما بالنسبة للأضلاع زا حا إلى دال جيم سوف تكون 2 إلى 3. إذن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة، إذن فالمستطيلان غير متشابهان. ننتقل إلى المستطيل الآخر وسوف نعمل مثل نفس الطريقة. 6 قسمة 4 سوف تكون 3 إلى 2. أما بالنسبة ل9 إلى 6 سوف تكون أيضا 3 إلى 2. إذن فإن المستطيلين هنا يتشابهان لأن الأضلاع المتناظرة متناسبة. لاحظ 6 إلى 4 بعد عملية التبسيط نجد أن النسبة سوف تكون 3 إلى 2، وأما بالنسبة للمستقيمين الآخر أو الضلعين الآخرين فسوف تكون المعدل نفسه. إذن إذا كانت الأضلاع المتناظرة متناسبة فإن المستطيلان متشابهان. الآن سوف نلاحظ هل المستطيل الأخير يشابه أو لا. هنا لاحظ أن الضلع سين عين يساوي 2، والضلع ألف دال يساوي 4. 2 على 4 سوف يساوي نصف، أما 8 إلى 6 لا يساوي النصف. إذن المستقيمان أو المستطيلان غير متشابهان لأن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة. إذن المستطيل الذي يشابه ألف باء جيم دال هو المستطيل كاف طاء ميم لام. تدرب. أوجد قيمة سين في الأشكال المتشابهة التالية. بما أنه يقول أن الأشكال هنا متشابهة فسوف نستطيع أو نعلم أن الأضلاع المتناظرة متناسبة، إذن سوف نقوم بعمل تناسب مناسب. 3 يناظر الضلع سين، والضلع 5 يناظر الضلع 12. إذن الآن كتبنا تناسبا مناسبا. الآن لحل التناسب سوف أقوم باستخدام الضرب التبادلي. سوف أقوم بضرب العدد 5 ضرب سين، والعدد 3 ضرب العدد 12. إذن 5 سين يساوي 36. الآن هنا معادلة ضرب، ودائما معادلة الضرب نحلها بالعكس باستعمال القسمة. سوف أقوم بقسمة الطرفين على العدد 5،
إذن سين تساوي 7.2 سنتيمتر. القياس غير المشابه. تذكر أن يستعمل القياس غير المباشر أشكالا مشابهة لإيجاد قياسات الأشياء التي يصعب قياسها مباشرة. هنا سؤال من تدرب. صنعت طاولة لطفل لتبدو على صورة نسخة مصغرة من طاولة الكبار. إذا كان طول الطاولة الكبيرة 135 سنتيمتر وعرضها 90 سنتيمتر وعرض الطاولة الصغيرة 60 سنتيمتر، فما طول الطاولة الصغيرة؟ الآن هنا لدينا طاولة كبيرة، طول هذه الطاولة 135 سنتيمتر وعرضها 90، وهنا الطاولة الصغيرة عرضها 60 سنتيمتر. نريد أن نعرف كم طول الطاولة الصغيرة. الآن سوف نقوم بحساب معدل أو النسبة للطاولة الكبيرة والمعدل للطاولة الصغيرة. الطاولة الكبيرة 135 على العدد 90، أما الطاولة الصغيرة فهي س المجهول على العدد 60. الآن سوف نقوم باستعمال الضرب التبادلي لإيجاد هذا التناسب. 135 ضرب العدد 60 سوف يكون الناتج 8100، وهنا س ضرب 90 90 س. بعد القسمة الطرفين على العدد 90 فإننا سنحصل على العدد 90. إذن فإن طول الطاولة الصغيرة يساوي 90 سنتي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس، وأن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس، وإلى لقاء قريب بإذن الله. Oh